الحمد لله رب العالمين يا رب. هو كل موت يعني ده حاجة غريبة يعني حاجة غريبة. المسياح أصبح وقفا على العندليب، لا تسمع فيه إلا عندليبا يقول لك بملء فيه: لو كنت أعلم أن الحب خطير جدا ما أحببت. تعمل ما شئت، الدهر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. صوت مميز وأسلوب بليغ وخطاب متنوع جمع بين البكاء والضحك وبين الجد والسخرية. خطب الناس عامة وتناول في خطبه كل صغيرة وكبيرة. استطاع في وقت قصير أن يجذب القلوب قبل الأنظار وأن يجمع حوله جمهوراً كبيراً من التابعين، حتى صار اسمه من أكثر الأسماء المتداولة في تلك الفترة المليئة بالأحداث. رقابة على المساجد، رقابة على أصحاب السكون، على من يطلق لحيته، رقابة على من يصلي. كان الواجب أن تكون الرقابة على الفساد وعلى الإفساد. لعمر 54900، وكل المآسي لم تحدث إلا بعد 1954. كل المآسي وكل المصائب في هذا العام سيق إلى حبل المشنقة أكبر الرؤوس الإسلامية في الوقت الذي علقت فيه الرقاب التي كل ذنبها أنها قالت لا إله إلا الله. في هذا الوقت نفسه كان الموسيقار عبد الوهاب يقيم حفلة في سلاح الفرسان يغني فيها أغنية تسلم يا غالي، تسلم يا غالي. كلثوم عض واحد في الزمالك، عض وعرة خبره راح الراجل اشتكى الست النيابة، حفظت الشكوى وقالت ان السيدة ام كلثوم تعتبر ثروة قومية لا تعوض، فلا يجوز ان نوجه اليها اللوم ولا العتاب. انما ده راجل معروف، قال ما دام كلب الست تبقى حصلت البركة. الله يبارك. في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر لعام 1996 توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته بدأ يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد. بدأ الصلاة وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية
وكأنه يوافق القدر المحتوم، يلبي نداءه أن يختم حياته وهو بين يدي ربه، وقد أوشكت أن تفارق روحه ذلك الجسد المتعب، كأنه يقول للناس: أرحتكم من مشقة نقلي إلى المسجد، هلموا فصلوا علي. عندها صعدت روحه إلى السماء. وانا سالم بين يديك يا رب العالمين.